أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. اليوم الأحد 7 مارس لعام 2020، والمحاضرة السادسة من الكوندنسد كورس كارديوفاسكولار سيستم اي سي جي، وهناخد النهاردة بإذن الله الكاردياك أكسس، إلكتريكال كاردياك أكسس. طيب، الالكتريكال اكسس اوف ذا هارت بنعني بيه المين كيو ار اس كاردياك فيكتور. احنا قلنا الفيكتور ده اللي هو السام اوف الكتريكال اكتيفيتي، بس احنا اهم حاجه عندنا مين هو الديبولاريزيشن اوف فنتريكل. فهناخد مين يعني متوسط الكيو ار اس، متوسط الديبولاريزيشن بتاع الفنتريكل. هنتكلم على الالكتريكال اكسس اوف ذا هارت في 4 نقاط. ديفينيشن، يتيد ده مين يعني متوسط الفاليو فنتريكولار ديبولاريزيشن اللي هو كيو ار اس، بس لازم ناخدهم يعني انستانتينيس، يعني في اللحظه، وبالقياس كله بيبقى في الانفرونتال بلين، دي مهمه جدا، يعني في المستوى الفرونتال اللي هو قلنا فيرتيكال. بمعنى اخر، سؤال مهم جدا في الام اس كيو، ان احنا عشان نحدد الالكتريكال اكسس اوف ذا هارت لا نستخدم سوى الليدز اللي بتبقى في الفرونتال بلين، اللي هي مين؟ الليم ليدز، ليد 1 و 2 و 3 والاي في ار والاي في اف والاي في ال. طيب النقطه الثانيه، الاكسس ده ريبريزنتد بايه؟ بفيكتور، زي ما قلنا اهو الفيكتور هو باللون الاسود اهو، وهذا الفيكتور له دايركشن بيمثل اتجاه العام للكهرباء، واحنا عارفينه ان اتجاه العام للكهرباء في القلب بيبقى تو ذا ليفت اند داونوردز، وفاهمين ليه؟ لان الكهرباء بتبتدي فوق في الرايت اتريوم من الاس انود وتنزل لتحت ذا ليفت اند داونوردز، فده الاتجاه الطبيعي للالكتريكال اكسس بتاع الكيو ار اس، وهذا الفيكتور عنده دايركشن زي ما قلنا عنده امبليتيود. النقطه الثالثه، طيب احنا قلنا النورمال دايركشن اهو بيبقى تو ذا ليفت اند داونوردز، فلو تخيلنا ان مرسوم على صدرك الدايره دي، وهنقسمها زي ما اتفقنا هنا، الصفر تحت هيبقى زائد 90، فوق ناقص 90، وفاهم ليه؟ عشان احنا قلنا البوزيتيف الكترون بيبقى تحت مالي، بيبقى تو ذا ليفت اند داونوردز، بوزيتيف تحت والنيجاتيف فوق، وهنا المفروض يبقى فيه 180. يبقى اذا النورمال دايركشن بتاع الاكسس بتاع الكيو ار اس ديبولاريزيشن بيبقى فين؟ قلنا تو ذا ليفت اند داونوردز، يبقى بيقع في السيكتور، يعني في القطاع من الدائره، وده سؤال ام اس كيو مهم جدا، من ناقص 30 الى زائد 90. طيب اذا مريض حسبنا له الالكتريكال اكسس اوف ذا هارت فلقيناه في السيكتور ما بين ناقص 30 وناقص 90، يبقى ده رايح تو ذا ليفت، يبقى نقول عنده ليفت اكسس ديفيشن. انما لو حسبنا له لقينا الاكسس بتاعه رايح في السيكتور ما بين زائد 90 وزائد 180، يبقى نقول عنده رايت اكسس ديفيشن. طب واحد يقول لي للاوائل، امال السيكتور الاخير ده، الربع الاخير ده لو فيه هيبقى برضه تو ذا رايت، بس يبقى اكستريم رايت اكسس ديفيشن. النقطه الرابعه، نقول ايه الفرق بين الرايت اكسس ديفيشن والليفت اكسس ديفيشن. حتى النقطه الرابعه مصادفة لطيفة، اتكلمنا في 4 نقاط على الاكسس، هنشرحها في مقارنة في 4 نقاط. الرايت اكسس ديفيشن قلنا بيبقى مور ذان بلس 90، قلنا العادي من بلس 90 لبلس 180، اكتر من 180 في السيكتور ده بيبقى معناها ان عنده اكستريم رايت اكسس ديفيشن، دي الاوائل فقط. انما الليفت اكسس ديفيشن بيبقى الاكسس less than minus 30، ما بين minus 30 و minus 90. طيب ازاي بقى نعرف هو بيقع في انهي سيكتور؟ العالم يفكر بطريقه ذكيه جدا. تعال نفكر، احنا قلنا ان النورمال فيكتور رايح to the left and downwards، واحنا قلنا معلومه مهمه جدا، اذا الديبولاريزيشن استقبلناه على البوزيتيف الكترود الرسمه بتطلع بوزيتيف، يعني الفوق ابورد ديفليكشن. فعشان نتاكد ان الاكسس بتاع الهارت في الاتجاه الصحيح تو ذا ليفت
and downwards. تعالى نقيس الكيو ار اس نتفرج عليها في ليد في البوزيتيف الكترود تو ذا ليفت، يبقى هي رايحه للبوزيتيف يبقى المفروض تطلع كيو ار اس بوزيتيف، وفي ليد تاني البوزيتيف الكترود بيبقى تحت وهي رايحه لتحت، فمفروض في هذا الليد يطلع كيو ار اس برضه بوزيتيف. من هما هذان التو ليدز دول؟ مين الليد اللي البوزيتيف الكترود بتاعه ناحيه الليفت؟ ليد 1 اهو. فلو شفت كيو ار اس ولقيتها بوزيتيف في ليد 1 يبقى معناها الكهرباء رايحه تو ذا بوزيتيف الكترود الليفت، يبقى ماشيه صح. طب ومين الاحسن ليد في البوزيتيف الكترود بتاع تحت اللي هو الاي في اف؟ فلو اتفرجت على كيو ار اس في الاي في اف ولقيت الرسمه بوزيتيف يبقى هي رايحه لتحت، يبقى رايحه تو ذا ليفت وداونورز، يبقى هو نورمال اكسس. وتعالى افرجها لك اهي. يبقى انا هنا هسجل الكيو ار اس في ليد 1 اللي هو البوزيتيف ناحيه الليفت، فلقيتها الله معظمها لفوق بوزيتيف، يبقى فعلا الكيو ار اس رايح للبوزيتيف الكترود بتاع ليد 1 يعني رايح تو ذا ليفت. وفي الاي في اف لقيتها بوزيتيف، يبقى معناها البوزيتيف الكترود في الاي في اف لتحت، يبقى معناها الكهرباء رايحه لتحت، يبقى هي رايحه تو ذا ليفت اند داونوردز. اذا فهذا هو نورمال اكسس. لكن لو بصيت في الليفت اكسس ديفيشن اهو، اللي عنده ليفت اكسس ديفيشن في ليد 1 ما زالت رايحه للبوزيتيف، يبقى هتطلع بوزيتيف. لكن في الاي في اف مش نازله لتحت، دي طالعه لفوق، يعني بالعكس، يبقى المفروض في اي في اف تطلع الرسمه معظمها لتحت. ده في الليفت اكسس ديفيشن، وتعالى نتفرج. بينما في الرايت اهي رايحه لتحت، يبقى في الاي في اف تطلع بوزيتيف لكن مش رايحه للبوزيتيف الكتروب بتاع ليد 1، يبقى في ليد 1 تطلع نيجاتيف. يبقى لو طلعت بوزيتيف في ليد 1 والاي في اف، يبقى هي رايحه تو ذا ليفت بتاع ليد 1 وداونر بتاع الاي في اف، يبقى هو ده نورمال اكسس. لكن طلعت بوزيتيف في واحد ونيجاتيف في الثاني، يبقى هي مش تو ذا ليفت اند داونرز، هي تو ذا ليفت وابورز في الليفت اكسس ديفيشن، او تو ذا رايت وتو ذا داونرز اند تو ذا رايت في الرايت اكسس ديفيشن. وده اللي هنتفرج عليه لحد ما نشوف هنحسب ازاي. اهو بص، الرايت اكسس ديفيشن والليفت اكسس ديفيشن تحت اهي، في واحده بوزيتيف وفي الثانيه نيجاتيف، بينما هي لازم تبقى بوزيتيف في كليهما. طيب السؤال دلوقتي، النقطة الثالثة، هل ممكن يحصل اكسس ديفيشن فيسيولوجيكالي؟ وهنا لازم اوريها لك معايا من فضلك. لو شخص طويل ممطوط كما الفنان العظيم اللي هو احمد بدير، واحد طويل ممطوط، يبقى تخيل القلب بتاعه هيبقى واقع كده، يبقى يروح ناحية ايد اليمين، خد بالك ايد الشمال هي اللي فيها الساعة، يبقى رايح ناحية ايد اليمين. يبقى واحد طويل ممطوط لونج سيلندر، يبقى عندهم رايت اكسس ديفيشن. انما واحد بالعكس قصير متكوك شورت وستاوت زي مين؟ زي رحمه الله الفنان يونس شلبي، يبقى كل الفيسرا عنده مستعرضه، يبقى تخيل لما تدك كده يبقى القلب هيبقى رايح اكتر تو ذا ليفت اللي هي الناحيه اللي فيها الساعه، لان انا عارف في الفيديو بيبان معكوس شويه، يبقى ده عنده ليفت اكسس ديفيشن. طب لو واحده ست حامل، فكر معايا، الحمل هيكبر رحم فيعلي الهارت فيبقى يعمل له ليفت اكسس ديفيشن. يبقى القصير المكوك والست الحامل نورمال فيسيولوجيكالي، مش حاجه مش طبيعيه، عندهم ليفت اكسس ديفيشن. الطويل ممطوط بيبقى قلبه صاعد كده رايح ناحيه الرايت، يبقى عنده رايت اكسس ديفيشن. دي اسئله مهمه جدا في الام اس كيو. طيب النقطه الرابعه، يبقى اتكلمنا على الاكسس في الرايت اكسس ديفيشن والليفت اكسس ديفيشن، شكله ايه الكيو ار اس في ليد 1 وليد الاي في اف، واحد بوزيتيف والثاني نيجاتيف. النقطه الثالثه الفيسيولوجيكال، النقطه الرابعه الباثولوجيكال. تعال نشوف الباثولوجيكال، الحالات بقى الثلاثه المشهوره اللي تعمل رايت اكسس ديفيشن او تعمل ليفت اكسس ديفيشن، وده المهم بقى، احنا ما يهمناش الفيسيولوجيكال، احنا هيطلع اطباء عشان خاطر هنعالج الامراض. فتعالى نتفرج مع بعض. هنا بقى واحد، لو واحد عنده، ودي الغلطه المشهوره، عنده ليفت باندل برانش بلوك،
هنا بقى الغلطه المشهوره، الطالب يقول لك ادام الليفت باندل بايظ يبقى الكهرباء تروح تو ذا رايت، يبقى عنده رايت اكس ديفيشن. هذا خطا. افهم، العيان اللي عنده الليفت باندل مقطوع اهو، الليفت باندل بتاعه بايظ، لو الكهرباء ما وصلتش الليفت فنتكل يبقى مش هيشتغل، يبقى مفيش مريض، يبقى المريض مات. لما بيتقطع الليفت باندل الكهرباء بدل ما هتمشي على الليفت باندل السريع ما قصدهاش غير فرصة انها تمشي على النورمال فنتريكولار ماسل البطيئة لناحية الليفت، فالكهرباء تقعد فترة أطول ناحية الليفت فتديله ليفت اكس ديفيشن، لانه الكهرباء رايحه اكتر تو ذا ليفت لانها قعدت في ناحيه الليفت اكتر، لانها ما استخدمتش الليفت باندل السريع واستخدمت الفنتيكولار ماسل ناحيه الليفت البطيئه. طيب الثانيه سهله، لو عين عنده تضخم ليفت فنتريكولار هايبرتوفي يبقى الماس كبيره قوي ناحيه الليفت، يبقى الكهرباء كتير ناحيه الليفت، يبقى برضه عنده ليفت اكس ديفيشن. امال فين الحاله اللي بيبقى المرض رايت ويعمل له ليفت اكس ديفيشن؟ انتوا هتستنتجوها، اللي عنده رايت انفاركشن، مات حته في القلب ناحيه اليمين رايت انفاركشن، يبقى ما فيهاش كهرباء لانها ميته، يبقى معظم الكهرباء تو ذا ليفت، يبقى عنده ليفت اكس ديفيشن. طيب نراجعها احسن على الرايت، نفس الكلام بالظبط. يبقى في الرايت اكس ديفيشن امتى تحصل؟ ثلاث احوال مشهوره. لو العيان عنده الرايت باندل برانش مقطوع، يسموها رايت باندل برانش بلوك، لازم الرايت فنتريكل يشتغل والا العيان يموت. بس بدل ما نمشي على الباندل السريع هنمشي على الفنتريكل باصل البطيئه، يبقى الكهرباء تقعد فتره طويله ناحيه الرايت، يبقى عنده رايت اكسس ديفيشن. لو حصل تضخم في الرايت فنتريكل يبقى عنده برضه رايت اكسس ديفيشن، ان الكهرباء اكتر ناحيه الرايت. انما مين اللي بيبقى المرض ليفت ويبقى عنده رايت اكسس ديفيشن؟ اللي هو لو عنده انفاركشن في الليفت فنتريكل، يبقى حتة ميتة ما فيهاش كهرباء، يبقى معظم المحصلة بتاعت الكهرباء ناحية الرايت. يبقى اوعى تنسى، انت احفظ الاكسبشن عشان الام اس كيو. الليفت ليفت والرايت رايت ما عدا في الانفاركشن. بس اظن سهل قوي كده. طيب نيجي ديترمينيشن اوف ذا الكتريكال اكسس. ازاي بنعين الاكسس؟ في ثلاث طرق لتعيين اكسس، اهمهم الكويك ميثود اللي قلناها بتاعت ليد 1 والاي في اف وهنرجعها لاخر، لكن تعال نقول الطرق الاكاديميه اللي غالبا لا تستخدم لكن اهميتها الوحيده الامتحان وحاجه ملهاش قيمه قوي. عاوزين نعمل ديترمينيشن اوف ذا الكتريكال اكسس، هناخد ثلاث طرق. اول طريقه اسمها ستاندرد ليم ليدز اند انتوفنز تراينجل. فاكر الانتوفنز تراينجل اللي هو قلنا ان انتوفنز، تخيل تراينجل عاوزك تتخيله معايا ما بين الكتف اليمين والكتف الشمال والسيمفيس بيوبس، اهو ده الانتوفنز ترانجل اللي هو متساوي الاضلاع. حتى قلنا ده الضلع ده بيمثل ليد 1 والبوستيف الكترود ناحيه الليفت، تمام؟ اللي قلنا لما يبقى الاختيار بالليفت ورايت، الليفت والبوستيف من فوق وتحت، اللي تحت هو البوستيف لان الكهرباء رايحه تو ذا ليفت اند داونوردز. فليد 1 اهو وليد 2 اهو، البوستيف الكترود تحت والنيجاتيف فوق، وليد 3 ما بين النيجاتيف فوق والبوستيف تحت. عاوزين نعمل الاكسس بقى، نعمله ازاي؟ اربع خطوات، تابع معايا. اول، عاوز في هذا المثلث احدد مركز القلب، احنا قلنا السنتر اوف ذا هارت نص المثلث بالظبط. طب مثلث متساوي الاضلاع، خطوه اولى ازاي تجيب المركز بتاعه؟ نسقط ثلاث اضلاع، ثلاثه اعمده من منتصفات من منتصف الاضلاع. فالثلاث اعمده هتتلاقى في نقطه واحده اللي هي نقطه ايه؟ تمثل مكان السنتر اوف ذا هارت. يبقى ازاي في هذا المثلث اللي تخيله مرسوم عليك اهو، اوريها لك اهو، الانتوفن سترانجل ادي المثلث، الضلع اللي فوق ما بين التو شولدرز، والضلع ده والضلع ده ما بين وان شولدر والسيمفيس بيوبس. عاوز اجيب مركز المثلث اللي هو القلب، يبقى باسقط ثلاث اعمده من منتصفات الاضلاع، فالثلاث اعمده هتلتقي في نقطه دي تمثل مركز القلب. سهل قوي، دي خطوة أولى في الخطوات الأربعة. الخطوة الثانية بقى، عاوزين نمثل الكيو ار اس اللي هي الكهرباء الديبولاريزيشن بتاع الفنتكل اللي هو المهم، اللي هو بيحدد اتجاه الكهرباء الأهم في القلب اللي هو الكاردياك اكسس على ليد 1. نعملها ازاي دي؟ سهل قوي برضه، هوريها لك، وبحب الدياجرامز قوي انها بتشرح لك انا عاوز اعمل ايه. تعال نشوف مع بعض. انت هتجيب الورقة بتاعت المريض اهي، نفرض ده الورقه اللي هي مربعات صغيره، وادي رسمه الكيو ار اس بتاعت العيان في ليد 1.
الجهاز طلع لك الرسمه دي، الرسمه دي عملتها على العيان بتاعت ليد 1، فانت عاوز تمثل الكيو ار اس على ليد 1 اهو تحت في المثلث اللي هو الضلع بين الكتفين. فالاول تعمل اتي، تعد عدد المربعات الار، خد بالك المربع الصغير بملي احنا قلناها بس طبعا مكبرها عشان خاطر تقدر تشوفها. فعدينا الار طلع 10 لفوق يبقى تكتب بلس 10. طب والكيو نازله لتحت يبقى نيجاتيف، يبقى نيجاتيف 1، والاس نازله مربعين لتحت يبقى ماينس 2. يبقى المين احنا قلنا مين يعني متوسط، متوسط الكيو ار الكيو ار اس في ليد 1 كام؟ زائد 10 نخصم منها ناقص 1 يبقى زائد 9، كمان ناقص 2 يبقى زائد 7. خد بالك مش عاوز غباوه، هنا في رقم وفي اشاره، الاثنين مهمين، مش رقم بس، رقم واشاره، رقم واشاره. نعملها ثانية واحدة، رقم وإشارة. الرقم الإشارة بتقول لي بوزيتيف، يبقى في ليد 1 فين البوزيتيف الكترود اللي هو ناحية الليفت، يبقى هرسم السهم اللي هيمثل ليد 1 ناحية البوزيتيف لأن الإشارة بوزيتيف، وبالمسطرة أعمل 7 ملي مترات، يبقى هو ده اللي بيمثل الكيو ار اس في ليد 1. يبقى زي ما قلت هتجيب الاي سي جي اللي طلع بتاع العيان، الورقه بتاعت العيان هتمثل ليد 1 من الرسمه بتاعت ليد 1. تشوف الار كم مربع، 10 بوزيتيف، الكيو 1 نيجاتيف، الاس 2 نيجاتيف، متوسطهم كام؟ رقم واشاره بلس 7. البلس تقول لك هترسمه لانهي ناحيه، لانك لو طلع المتوسط ماينس هترسمه الناحيه الثانيه وهيبقى في اكس ديفيشن. بلس 7 ترسمه ادي ليد 1، وتعيد نفس الكلام في ليد 2 اهو بعد ما عملنا ليد 1، نفس الكلام تعيده في ليد 2، نفس الكلام تعيده في ليد 3. وبعدين من رؤوس الاسهم تسقط ثلاث اعمده، هتتلاقى الاعمده في نقطه هنسميها بي، النقطه الرابعه توصل اي بي، يبقى هو ده الالكتريكال اكسس، هو ده المين كيو ار اس فيكتور لهذا المريض، واضح بالشبه كده انه تو ذا ليفت اهو رايح تو ذا ليفت اند داونرز، يبقى ده عيان نورمال. يبقى اربع خطوات، يبقى الاول ثلاث اعمده منتصفات الاضلاع تحدد بيتلاقوا في مركز القلب اللي هو ايه، وبعدين الخطوه الثانيه تمثل الكيو ار اس في ليد 1 وفي ليد 2 وفي ليد 3 على المثلث. ازاي تبص للرسمه وتحسب الار والاس والكيو بوزيتيف ونيجاتيف، هتحصل على رقم وعلى اشاره، الاشاره هتقول لك هترسم السهم في انهي اتجاه، ناحيه البوزيتيف ولا ناحيه نيجاتيف، والرقم هيقول لك كام ملي. الخطوه الثالثه تعمل ثلاث اعمده من رؤوس الاسهم فتلتقي في نقطه بي، الخطوه الرابعه الاخيره توصل اي بي، يبقى هو ده الالكتريكال اكسس، ويمكن بقى ان تتخيل دايره حواليها ده مركزها. لو انه ما بين ناقص 30 وزائد 90 يبقى ده النورمال زي العام بتاعنا، لو طلع فوق كده يبقى ليفت اكس ديفيشن، لتحت والناحيه دي يبقى رايت اكس ديفيشن. طب الطريقه الثانيه اسهل قليلا، نجيب بقى الهكس اكسيال ريفرنس سيستم. هنا موفر لي خطوه لطالب ذكي، عارف ليه؟ لان هو اوريدي حرك ليد 1 لمركز الدايره، وحرك ليد 3 لمركز الدايره، او ادي ليد 3 وليد 1، يبقى هنا خطوه اولى ما عملتهاش اوريدي، ادي مكان القلب اللي هو ايه، والاسهل انك هتعملها في 2 ليدز بس. وعلى فكره كان ممكن في الاولانيه نعمل 2 ليدز بس برضه عشان اقول لك، بس انا بمشي زي اكاديمي يعني، هنا بنعملها في ليد 1 وليد 3 خطوه. يبقى هنا انت عندك اول خطوه وفرتها ان مركز القلب موجود قصادك في الرسمه، انت ما عملتش حاجه. الخطوه الاولى بقى هنا دلوقتي هتمثل الكيو ار اس في ليد 1 بالسهم اللي هو قلنا له رقم وله اشاره، وتمثل الكيو ار اس في ليد 3 اللي هو له رقم وله اشاره، وبعدين الخطوه الثانيه تسقط عمودين من راس السهم، هيتلاقى العمودان في نقطه اللي هي بي، توصل الخطوه الثالثه اي بي، يبقى هو ده المين كيو ار اس فيكتور، وبرضه واضح ان هو تو ذا ليفت اند داونورد، يبقى نورمال لان انت مفروض اهو هنا صفر وهنا زائد 90 وهنا زائد 180 وهنا ناقص 90،
امتى يبقى ليفت اكس ديفيشن لو طلع السهم هنا، امتى يبقى رايت اكس ديفيشن لو طلع هنا. طيب نيجي بقى لاهم طريقه اللي بنستخدمها اللي هي كويك ميثود. فعلا حدش بقى بيضيع الوقت ده، احنا كل اللي بنعمله ان احنا بنبص في ليد 1 اهو، وفي الاي في اف تحت ليد 1 وادي الاي في اف. بص بقى معايا، قلنا اشمعنا اخترنا ليد 1 واي في اف؟ لان النورمال اكسس بيبقى دايركتد تو ذا ليفت اند داونوردز، فمفروض في ليد 1 البوزيتيف ناحيه الليفت، فالكيو ار اس تطلع معظمها بوزيتيف، معظمها لفوق الرسمه. وفي اي في اف الكيو ار اس نازل داونوردز، فيبقى في الاي في اف يطلع برضه بوزيتيف. يبقى لو طلع الرسمه بوزيتيف في ليد 1 وبوزيتيف في الاي في اف يبقى ده نورمال اكسس. اما لو العيان عنده ليفت اكسس ديفيشن، فكر معايا يعني ما بين ناقص 30 وناقص 90، يبقى بالنسبه لليد 1 ما زال رايح ناحيه البوزيتيف الكترود، يبقى في ليد 1 هتلاقي الكيو ار اس بوزيتيف. بس في الاي في اف هي مش نازله لتحت، دي طالعه لفوق مش ناحيه البوزيتيف الكترود، ناحيه الالكترود الاخر، يبقى تطلع نيجاتيف في الاي في اف، تبقى دي ليفت اكسس ديفيشن. طيب لو الكهرباء رايحه عنده رايت اكسس ديفيشن، قلنا ما بين زائد 90 وزائد 180، يبقى الكهرباء نازله لتحت، يبقى ناحيه البوزيتيف الكترود بتاع الاي في اف، يبقى الكيو ار اس في الاي في اف هيطلع بوزيتيف، انما رايحه تو ذا رايت مش رايحه تو ذا ليفت اللي هي البوزيتيف الكترود بتاع ليد 1، يبقى في ليد 1 هتطلع نيجاتيف. تعالى بقى نشوفها وننهي بذلك. هنا الفكره كالاتي، لو احنا نورمال اكسس اهي، نورمال اكسس بيبقى رايح تو ذا ليفت، اللي هو البوزيتيف الكترود بتاع واحد بيبقى هو الليفت، فهتطلع الكيو ار اس معظمها لفوق يبقى بوزيتيف. في الاي في اف البوزيتيف الكترود لتحت، وهي النورمال اكسس نازل لتحت، فهتطلع في الاي في اف بوزيتيف. يبقى لو لقيت ان الكيو ار اس بوزيتيف في ليد 1 وفي الاي في اف، يبقى في الحاله دي تقول نورمال اكسس. طيب في حاله الرايت اكسس يبقى النورمال اكسس اهي، رايح للبوزيتيف الكترود في واحد ورايح للبوزيتيف الكترود بتاع الاي في اف، فالكيو ار اس تطلع بوزيتيف في كليهما. انما في الرايت اكسس اهي، حاطط لك انا بقى اللي هي ما بين ناقص 90 و180، بتبقى هنا الاكسس رايح للبوزيتيف بتاع الاي في اف، يبقى هتطلع رسمه بوزيتيف في الاي في اف، لكن رايح ناحيه الرايت، في حين في ليد 1 البوزيتيف ناحيه الليفت، يبقى هتطلع الرسمه نيجاتيف في ليد 1. طيب نيجي بقى الحته الصعبه، لو عيان عنده ليفت اكسس ديفيشن، اوكي اهو، يبقى الكهرباء اهي في السيكتور ده، يبقى بتبعد عن الاي في اف، يبقى هتطلع 100% نيجاتيف في الاي في اف، لكن رايحه في ليد 1 ناحيه البوزيتيف، يبقى هتطلع بوزيتيف في ليد 1. يبقى في الحاله دي العيان عنده ليفت اكسس ديفيشن، ما تستعجلش، عندي طريقه سهله جدا. خد بالك بقى فين العقده، تملي بقول الليفت اكسس ديفيشن هو ده اللي فيه مشكله. حتى افتكر احنا تملي في ثقافتنا العربيه الليفت ده بيرمز للشيطان، فانت الليفت اكسس ديفيشن دي هي اللي مشيطنه. ليه؟ لان الشيطان يكمل في التفاصيل، وتعال اقول لك التفاصيل. هو مش النورمال اكسس قلنا ما بين ناقص 30 وزائد 90؟ واحد قال لي طب افرض بقى ما كانش كده وبيقع في الحته الصغيره اللي هي ما بين 0 و30، يبقى ده نورمال اكسس في ليد 1 هيطلع بوزيتيف، لكن لانه طالع لفوق في الاي في اف هيبقى مش رايح للبوزيتيف، يبقى هيطلع نيجاتيف زي الليفت اكسس ديفيشن. يبقى لما الاقي العيان عنده بوزيتيف في ليد 1 ونيجاتيف في الاي في اف، هو في احتمالين، يا اما الاكسس ديفيشن المشيطن اللي هو ليفت اكسس ديفيشن، او يبقى نورمال بس حظه بقى في السيكتور الصغير ده اللي هو تبع النورمال برضه.
اللي هو هيطلع بوزيتيف في ليد 1 زي الليفت اكسس، لكن هيطلع نيجاتيف في الاي في ار زي الليفت اكسس. الحل ايه بقى؟ نستعين بصديق. الصديق ده نبص الرسمة العام في ليد 2، ادي ليد 2 اللي هي ما بين الرايت ارم والليفت ليج اهي بالشكل ده. اذا لو العيان عنده ليفت اكسس ديفيشن، خد بالك يبقى رايحه مور تو ذا نيجاتيف الكترود بتاع ليد 2 اللي هو النيجاتيف ده، يبقى هتطلع نيجاتيف. لكن لو العيان بص لي هنا كان نورمال بس في السيكتور الصغير ده، هيبقى رايح اكتر للبوزيتيف الكترود بتاع ليد 2، يبقى هتطلع الرسمه بوزيتيف في ليد 2. يبقى لو طلعت الرسمه بوزيتيف في ليد 1 ونيجاتيف في الاي في اف، ما تقولش ليفت اكسس ديفيشن. يا ليفت اكسس ديفيشن اللي هو اللي متشايطه ليه؟ لانه يشاركوا النورمال اكسس اللي هو في السيكتور الصغير ده. تستعين بصديق اللي هو ليد 2. لو طلع بوزيتيف في ليد 2 يبقى ده نورمال، لو طلع نيجاتيف يبقى ده ليفت اكسس ديفيشن. انا وعدتك ان عندي طريقه وريتها على مدى السنين لاجيال من الاطباء، وتعالى بقى هنا هننهيها النهايه الحسنه باذن الله. تعالى شوف هنعمل ايه. حضرتك لما يقول لك العيان ده عنده نورمال اكسس ولا ليفت اكسس ولا رايت اكسس، تابع الخطوات اللي اقولها لك. هتفرد الورقه بتاعت العيان بتاعت الاي سي جي وتحط صباع على ليد 1، وهو ليد 1 بيبقى اول واحده في الرسمه بتاع الايد الشمال. تخيل معايا صباع ايدك الشمال اهو حطه كده خلاص على الرسمه دي، وصباع ايدك اليمين حطه كده على الاي في اف. يبقى تحط الصباع بتاع الايد الشمال على ليد 1 والصباع بتاع الايد اليمين على اي في اف. احنا قلنا النورمال اكسس بيبقى رايح للبوزيتيف الكترود في ليد 1 والبوزيتيف الكترود في الاي في اف، فالكيو ار اس بتطلع في الاثنين بوزيتيف. فلو لقيت الرسمتين بوزيتيف اكتب ان العيان ده عنده نورمال اكسس. طيب في العيان اللي عنده رايت اكسس ديفيشن، بيبقى العيان الكهرباء نازله لتحت، يبقى في الاي في اف رايحه للبوزيتيف الكترود فتطلع بوزيتيف. اما في ليد 1 رايحه بالعكس مش للليفت، ده عنده رايت اكسس ديفيشن للناحيه النيجاتيف فبيبقى نيجاتيف، يبقى تكتب رايت اكسس ديفيشن. فين بقى المشكله؟ لو انت لقيت ان النيجاتيف هو الاي في اف، يبقى الكهرباء طالعه لفوق. طب طالعه لفوق دي ممكن تبقى تو ذا ليفت، وممكن تبقى في السيكتور اللي فوق بتاع النورمال، وفي في في ليد 1 بالعكس الكهرباء بتبقى في ليد 1 بتبقى بوزيتيف، لان الكهرباء رايحه تو ذا ليفت، ففي ليد 1 بوزيتيف سواء كان ليفت اكسس ديفيشن او نورمال، بيبقى هما الاثنين بوزيتيف في ليد 1 انما نيجاتيف في الاي في اف. طب تفرقهم ازاي بقى؟ نستعين بصديق اللي هو ليد 2. لو طلع في ليد 2 بوزيتيف يبقى ده نورمال اكسس ديفيشن، بس حظه كان في السيكتور الصغير. لو متطوع اكتر ناحيه النيجاتيف الكترون بتاع ليد 2 يبقى هيطلع نيجاتيف في ليد 2، يبقى ده ليفت اكسس ديفيشن. يبقى زي ما قلت الشيطان يقبع في الليفت اكسس. نيجي بقى الطريقه السهله والجميله خالص يا اولاد. هتحط صباعك بتاع ايدك الشمال على ليد 1 على الرسمه بتاعت ليد 1 بتاعت العين اللي جاي لك، وصباعك بتاع الايد اليمين على الاي في اف. لقيت الاثنين بوزيتيف اكتب نورمال اكسس. طب لقيت واحد بوزيتيف وواحد نيجاتيف، يبقى غالب ممكن او يبقى في اكسس ديفيشن. تملي على المثال طلعه بطريقه جميله جدا، خليك ايجابي، شوف انهي ايد هي اللي على البوزيتيف. لو لقيت ايدك اليمين الصباع بتاع ايدك اليمين هو اللي على البوزيتيف اكتب رايت اكسس ديفيشن. لو لقيت الصباع بتاع ايدك الشمال هو اللي على البوزيتيف، تمهل ما تكتبش ليفت اكسس ديفيشن لان الشيطان ناحيه الليفت. دي ممكن تبقى ليفت وممكن تبقى نورمال بس في السيكتور اللي فوق اهو بالشكل ده. ممكن تبقى نورمال في السيكتور اللي فوق برضه هتبقى نيجاتيف في الاي في اف، او ليفت اكسس ديفيشن نيجاتيف في الاي في اف. الحل بقى نعمل ايه؟ نستعين بصديق بليد 2. لو انها فعلا ليفت اكسس ديفيشن هتبقى متطوحه ناحيه النيجاتيف الكترون بتاع ليد 2، يبقى تطلع كمان نيجاتيف في ليد 2.
لكن لو قلناها هنا هتبقى متطوحه ناحيه البوزيتيف بتاع ليد 2 اكتر، يبقى هتطلع بوزيتيف في ليد 2. يبقى ليد 2 في حاله الشيطان الليفت اكسس ديفيشن هو اللي هيقول لك بوزيتيف يبقى نورمال، نيجاتيف يبقى ليفت اكسس ديفيشن. يبقى الليفت اكسس ديفيشن لازم يبقى عندك حاجتين نيجاتيف اللي هو الاي في اف ومعاها ليد 2. يبقى اجين هنقولها بسرعه، دي الكويك ميثود وحفظتها لاجيال بطريقه سهله جدا. حضرتك هات الورقه بتاعت العيان وحط ايدك على الرسمه بتاعت ليد 1 اللي هو فيها الليفت بوزيتيف، وحط ايدك على الرسمه بتاعت اي في اف اللي فيها تحت بوزيتيف. النورمال اكسس بيبقى رايح تو ذا ليفت اند داونوردز، يبقى هنا رايح للبوزيتيف وهنا البوزيتيف، يبقى لازم الرسمه تطلع بوزيتيف في الاثنين. فلقيت الاثنين بوزيتيف، اكتب كده بقلب نورمال اكسس. حطيت ايديك لقيت واحده بوزيتيف واحده نيجاتيف، فكر اللي نيجاتيف مين؟ بتاعت ليد 1. طب ليد 1 بيبقى النيجاتيف الكترود ناحيه الرايت، يبقى ده رايت اكسس ديفيشن. لقيت اللي نيجاتيف هي ال بتاعت الاي في اف اللي هي اللي تحت، طب الليفت اكسس ديفيشن بيبقى لفوق، يبقى ده ليفت اكسس ديفيشن يا اما واقع في السيكتور اللي لفوق بس يعتبر نورمال في ال 30 درجه بتاعت السيكتور اللي فوق. نستعين بصديق اللي هو ليد 2، لو طلع بوزيتيف يبقى ده نورمال، طلع نيجاتيف يبقى ده ليفت اكسس ديفيشن. يبقى مره اخيره تحط الصباع بتاع الايد الشمال على ليد 1 والصباع بتاع الايد اليمين على الاي في اف. الاثنين بوزيتيف يبقى نورمال اكسس، واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف نفسي اقول فيه اكسس ديفيشن. خليك بوزيتيف بوزيتيف من غير ما تفكر. لو لقيت ايدك اليمين هي اللي على البوزيتيف على الرسمه اللي طالعه لفوق يبقى ده رايت اكسس ديفيشن. لو لقيت ايدك الشمال هي اللي على الرسمه اللي طالعه فوق نفسك نفسك تقول ليفت اكسس ديفيشن. بس داخل معاك سيكتور كده بعقرب، قلنا الناحيه الشمال دي بتاعت الشيطان نورمال اكسس. نستعين بليد 2، لو لقيته بوزيتيف في ليد 2 الكيو ار اس يبقى ده نورمال اكسس بس متداخل مع الليفت في السيكتور الصغير. لقيتها لتحت في ليد 2 يبقى ده ليفت اكسس ديفيشن. يبقى اذا الليفت اكسس ديفيشن يستلزم، لانه شيطان، يستلزم اثنين نيجاتيف، الرايت واحده بس نيجاتيف اللي هي الاي في اف، انما هنا يستلزم اثنين نيجاتيف اللي هو الرايت يستلزم واحده بس نيجاتيف اللي هي ليد 1، انما في الليفت يستلزم اثنين نيجاتيف الاي في اف وليد 2. هو ده الاكسس بتاع الهارت. ويهمنا في ثلاث امراض، الليفت باندل برانش بلوك او الرايت باندل برانش بلوك، الليفت فنتريكولار هايبرتوفي والرايت فنتريكولار هايبرتوفي، وبعدين الانفاركشن. ولا تنسى الليفت ليفت والرايت رايت، الليفت ليفت والرايت رايت في حاله الانفاركشن والباندل برانش بلوك، انما امتى تعكس؟ يبقى ليفت تقول رايت ورايت تقول ليفت في حاله الانفاركشن. هتحط صوابعك الاثنين، لو لقيت الرسمتين بوزيتيف هتقول ده نورمال اكس ديفيشن. هحط صوابعك الاثنين، لقيت رسمه بوزيتيف ركز عليها، ايدي اليمين هي اللي على البوزيتيف مش اللي فيها الساعه، يبقى ده رايت اكس ديفيشن. ايدي الشمال هي اللي بوزيتيف، نفسي اقول ليفت اكس ديفيشن بس متداخل معاها السيكتور بتاع الليفت، استعين بليد 2. ليد 2 هيبقى بوزيتيف في النورمال سيكتور بتاع النورمال اكسس، انما هيبقى نيجاتيف في الليفت اكس ديفيشن. يبقى في الليفت اكس ديفيشن انه مشيطن ليفت، محتاجين اثنين نيجاتيف، لازم النيجاتيف يبقى الاي في اف وليد 2. اشكركم على حسن متابعتكم، واسال الله لكم التوفيق، والى ان القاكم في محاضره جديده من الكارديوفاسكولار سيستم، استودعكم الله. شكرا.